الهيئة العامة للطيران المدني تدشن رادار صلالة للملاحة الجوية من نوع 3D، وهو الأول من نوعه في السلطنة، والذي سيخدم قطاع الحركة الجوية الجنوبي من المجال الجوي العماني. نوهت بلدية مسقط بأنه سيتم إغلاق جسر القرم باتجاه الخارج بدءا من مساء اليوم وحتى فجر الأحد، وسيعاد إغلاقه يومي الأحد والاثنين من 8 مساء وحتى 5 فجرا. ألقت قيادة الشرطة محافظة الظاهرة القبض على 3 مواطنين بتهمة التفحيط والاستعراض بالمركبات بولاية ضنك، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية للتحقيق.